اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطرع الفجر ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصل رمضان الى ليله عظيمه نحن لا نجزم ليلة القدر أي ليلة هي لكن هذه الليلة أكثر ما يرجى أن تكون فيه بحسب النصوص حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم على أن ليلة 27 ويقول بالعلامة تطلع الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء لا شعاع لها ليلة القدر ليلة القدر هذه الفرصة الذهبية، الفرصة العظيمة، يا أيها الإخوة والأخوات إذا كانت ليلة القدر خير من ألف شهر والليلة الآن في الصيف الليل من من المغرب إلى الفجر تقريباً عشر ساعات، عشر ساعات معناها الساعة من ليلة القدر، الساعة الواحدة من ليلة القدر خير من مئة شهر لأن ليلة القدر خير من الف شهر والليلة الآن عشر ساعات معناها الساعة الواحدة أعظم العبادة فيها من العبادة في مئة شهر الساعة الواحدة مئة شهر كم سنة؟ ثمان سنوات فاصلة ثلاثة تخيلوا يا ايها المسلمون يا ايها الاحبه يا ايها الصائمون ان ساعه واحده من ليله القدر الان في الليل الذي اللي طوله عشر ساعات العباده فيها من صلاه او دعاء او قراءه قران اعتكاف ان الساعه فيه منها باعظم وأكثر من مئة شهر من ثمان سنين وثلث سنة ما أعظمه ما أعظم فضله سبحانه ذو الفضل العظيم يعني أعطانا أعطانا فرص وأعطانا أعطانا من هذه الأنواع من الغنائم والله الشيء شيء يعني لا يخطر بالبال فضله عظيم مضاعفته كرمه إحسان إلى عباده إتاحة الفرصة لهم ليلة عظيمة ولذلك كان فيها الصالحون والمشمرون النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو قام بهم يعني قام ليلة 23 و25 سبعة وعشرين قالوا خشينا أن يفوتنا الفلاح أطول قيام عنده عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يتأسى بالسنة ما كان طول التراويح الصلاة الليل جماعة عنده عليه الصلاة والسلام سواء لا كان لما صلى بالصحابة ليالي معينة من رمضان ثم ترك خشية أن تفرض عليهم كان قيامه ليلة سبعة وعشرين أطول قيام في رمضان كله وفي العشر كلها ليلة سبعة وعشرين يا أيها المسلمون من يصب هذه الليلة أصاب خيرا عظيما فيها يفتح الباب ويقرب الأحباب وتغفر الذنوب والسيئات والله ذكرى لاولي الالباب تنزل المغفره والرحمات قيامها سبب لمغفره ما تقدم من المعاصي والسيئات هذه الليله يشتهيها ويتمناها العباد فهي امنية الطائعين وامل التائبين هذه ليله القدر الله خصها بخصائص انزل الله القران فيها جمله واحده من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بعد ذلك ثانيا وصفها بانها خير من الف شهر فالعمل فيها افضل من عباده الف شهر سواها ثالثا وصفها بانها مباركه فقال انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين <applause> انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم رابعا ان الملائكه ورئيسهم جبريل وهو الروح ينزلون فيها من السماء الى الارض تنزل الملائكة والروح جبريل عليه السلام فيها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر سلام خامسا أنها سلام حتى الفجر قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر سالمه من الشرور سلام من السلام على عباده خير لا شر فيه. سادسا فيها يفرق كل امر حكيم. انت لو اصبت دعوه بدعوه اصبت ليله القدر ترى ليله القدر تقسم فيها الارزاق والاعمار وتنقل من اللوح المحفوظ الى صحف الملائكه والملائكه تكتب عندها في صحفها السنه هذه القادمه من من الاحياء؟ ومن من الأموات ومن من الناجين ومن من الهالكين ومن من السعداء ومن من الأشقياء ومن من الأعزاء ومن من الأذلاء والجدب والقحط والغنى والفقر والصحة والمرض والولد والعكم هل الآن هذه يكتب فيها كل شيء في هذه الليلة تنقل من اللوح المحفوظ ينقل إلى صحف الملائكة والملائكة تكتب عندها ويرون فلان يمشي الآن وهو عندهم من الأموات يعني مكتوب السنة هذه سيموت وفلان يحيا وفلان يمرض وفلان يشفى وفلان يفتقر وفلان يغتني أقدار سابعا من مزاياها أن الله يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا كما جاء في الحديث من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ايمانا بالذي شرعها وقدرها وجعلها واحتسابا للاجر والثواب عنده وطلبا لمغفرته ورحمته في هذه الليله والظاهر من كلام الشراح ان الحديث لا ينطبق الا على من قام الليله هذه او اكثرها قالوا من قام ليله القدر يعني قامها كلها او قام اكثرها ولذلك لو اخذت زادك يا اخي وذهبت المغرب او يعني على الاقل افطرت تعشيت وذهبت للمسجد وما تطلع الا الفجر او قبيل الفجر للسحور. وانت في المسجد من بعد الافطار الى السحور يعني مشروع والله يا جماعه الليله هذه فيها مشروع مشروع عظيم. الليله 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 مشروع عظيم. واحد ياخذ يعني نفسه الى المسجد ويجلس يعني الان لو صلى المغرب وافطر وتعشى يجلس الى الفجر الى وقت السحور مغنم الليله مغنم استنفار استنفار الليله استنفار خلاص اترك الاشغال واترك الاعمال واترك الاصحاب واترك اترك كل الشاشات وكل انشغل فقط الليله هذه يعني لانه هي ارجى واحده نحن ما نقطع لكن هذه ارجى شيء أرجى ما تكون ليلة 27 أرجى ما تكون فبما أن النسبة أعلى ما تكون دعونا نكون أحسن ما نكون ولتكن هذه أحسن ليلة في العام عندنا لتكن عبادة فيها أحسن عبادة في العام لتكن الصلاة فيها أطول صلاة ليكن كلها قراءة قرآن وذكر ودعاء لتكن لما لا يا جماعة والله الأمر يستحق ويستاهل يستاهل يعني على ساعة أحسن من أفضل من ثمان سنوات ليلة هذه الليلة أفضل من ألف شهر يعني من ثلاثة وثمانين سنة يعني أنت تقوم ليلة تعبد الله فيها كأنك عبدت كأن واحد رجل معمر عبد الله طيلة عمره ليلة بثلاثة وثمانين سنة بأكثر من ثمانين سنة أكثر من ثمانين سنة يعني عمر رجل معمر عمر رجل معمر اقسم اقسم ألف شهر على 12 يطلع لك عدد السنوات ثلاثة وثمانين أنت أنت متخيل يعني عشر ساعات أنت واحد يعبد له عشر ساعات كأنه عبد ثلاثة وثمانين سنة ثلاثة وثمانين هذا عمر كامل هذا عمر كامل لرجل معمر وأعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز, يجاوز, ذلك يا إخواني يا أخواتي ألم ينزل الله سورة خاصة لأجلها؟ والقرآن 114 سورة سورة خاصة لأجل الليلة هذه اسمها سورة القدر وليس فقط فيها موجودة في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة وفيها يفرق كل أمر حكيم يعني معناها وأكثر من سورة وكل شيء في رمضان يشملها وفضل رمضان يشملها وهي عنوانه وهي أبرز شيء فيه وأفضل شيء فيه والله شرف شرف الليلة عظيم أنزل الله فيها سورة وعظم قدرها إن هو اسمها ليلة القدر لإنها ذات قدر وشرف وعظمة ومكانة لأنه تقدر فيها الأقدار وتنقل إلى صحف الملائكة أصلا رب ربنا قال وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك تنويها بشأنها وإظهارا لعظمتها وبيانا لفضلها وترغيبا في القيام فيها والعمل وابتغاء وجه الله النبي عليه الصلاه والسلام كان يلتمس هذه الليله ويتحراها حرصا منه وهو قدوه للامه تحرى هذه ذات قدر لان القران نزل فيها لان الملائكه تنزل فيها لان البركه والرحمه والمغفره ما ينزل من السماء مثلها ولا يصعد إلى الله عمل صالح على مدار العام مثلها من الاجتهادات العباد ناس عايشين وننتظر سنة كاملة ينتظرون هذه الليلة سنة كاملة يحيونها قد تواترت الأحاديث أنها في العشر الأواخر والأوتار آكد وآكدها سبع وعشرين هي في الوتر من العشر الأواخر قال عليه الصلاه والسلام تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان وهي في السبع الاواخر اقرب لحديث من فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الاواخر متفق عليه وقال التمسوها في العشر الاواخر فان ضعف احدكم او عجز فلا يغلبن على السبع البواقي رواه مسلم والاوتار اكدها وليله سبع وعشرين اكدها وأبي بن كعب كان يقول والله إني لا أعلمها هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين رواه مسلم أبو ذر يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول ثم قال لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم لسه لسه ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قال لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم فقمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى أصبح بعين سكر ما قال إنها وراء يعني وراءكم يعني أمامكم يعني ستأتي ما قال كذلك الحديث رواه أحمد وسنده صحيح طيب ليلة القدر تتنقل ممكن تكون في عام ليلة واحد وعشرين أو ليلة ثلاثة وعشرين ليلة سبعة وعشرين ليلة خمسة وعشرين ليلة تسعة وعشرين آخر ليلة من رمضان طبعا لمشيئة الله وحكمته لكن اكثر ما تكون ليله سبع وعشرين ولذلك لازم نتحرى فيها ما لا نتحرى في غيرها ونعبد فيها ما لا نعبد في غيرها ونجتهد فيها ما لا نجتهد في غيرها وهذا الاخفاء لاجل الزياده انت لما تعبد ليله واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثه وعشرين اربعه وعشرين خمسه هذه بلاش اليس لها اجر وفضل واحدة منها هي اللي يعني ثلاثة وثمانين سنة ذكر ودعاء وحتى حتى لو كانت المرأة حائض تصيب ليلة القدر بدعائها وذكرها وقراءة القرآن من حفظها وتدب وتدبرها وتفكرها المناجاة لله يفعلها الطاهر على طهارة الذي على غير طهارة مناجاه مناجاه الحاح نداء اذ نادى ربه نداء خفيا تضرع تضرع يعني دعاء مع خشيه هذه من عبادات حتى لو كانت حائض لو كانت حائضا من حرص على الشيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول اليه الناس ينشغلون بالعلامات طيب هو الاهم من الانشغال بالعلامات التعبد نفسه طيب العلامات طيب الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها لكن هذه بعد ما تنقضي وبعد ما تنتهي ليله معتدله لا حاره ولا بارده ليله طلقه تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفه قال شيخ الاسلام هي ساكنه لا قويه الحر ولا قويه البرد وضيئة مضيئة جاء بسند حسن عند الطبراني ليلة القدر ليلة بلجة يعني مضيئة منيرة قد يرى بعض الناس بعض العلامات قد يروا بعضهم يرى أنوارا لكن ما هو كل الناس بعضهم قد يراها في منامه أنه هي الليلة ولا ليلة أخرى لكن ما هو كل الناس فما بقي أمامنا إلا الاجتهاد طبعا دعكم العلامات التي لا تثبت لا تنبح فيها الكلاب لا ينزل فيها مطر لا لا كذا ليس بصحيح. الاجتهاد، 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 الاخلاص، الاخلاص، الاخلاص. ترى لو انت ما علمت اي ليله واصبتها تكتب لك، يعني افترض واحد ما عرف اي ليله ولكن اجتهد في العشر كلها، خلاص تكتب له. افضل دعاء فيها يا رسول الله ارايت ان علمت اي ليله القدر اي اي ليله ليله القدر، ما اقول فيها؟ شوف الحرص قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني <applause> اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني فأمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال في معنى عظيم تجتهد وتقول أعفو عني تعبد وتقول أعفو عني تقوم الليل وتقول أعفو عني وتذكر الله وتقول اعفو عني وتدعو وتقول اعفو عني تناجي وتبتهل وتتضرع وتسال وتخشى وتبكي وتدمع عينك وتقول اعفو عني لانك مهما عملنا ما وفيناه حقه ولا نعمه من نعمه فما الحل الا العمل والاستغفار من التقصير العباده وسؤال الله العفو وصل هذا المعنى يا اخواني هذا المعنى انه ما عندنا نحن الان امام نعم الله والذي كلفنا به ما عندنا حل الا الاجتهاد في العباده وسؤال الله العفو الاجتهاد في العباده والاستغفار من التقصير هذا معنى مهم جدا في التعبد بيننا وبينه سبحانه هذه من اسرار الشريعه والعباده العباده فيها اسرار تتبين لمن تامل فيها فيرجع حتى العابد إلى عفوه يسأله كحال المذنبين المقصرين يقول اعفو عني وهو ماذا يفعل معتكف قائم يتلو كتابه يدعوه ويقول اعفو عني من أصاب فضلها من أصابها أصاب خلاص من حرم خيرها فقد حرم نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا اجمعين وان يجعلنا ممن اصاب ليله القدر وان يجزينا الجزاء الاوفى اللهم لا فضل الا فضلك وانت ذو الفضل العظيم فتفضل علينا بالعتق من النار وان تدخلنا الجنه مع الابرار وان تعيننا على ذكرك